السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس الأحيائي، كل عام وأنتم بخير وأيامكم سعيدة. نتواصل وياكم تقديم فيديوهات الكورس الثاني والدرس الأول من يونت 6، الوحدة السادسة، وقطعة الريدينج المطلوبة الخاصة بهاي الوحدة هي موجودة في صفحة 76 page 76 في كتاب الطالب. قطعة الريدينج هذا شوية قطعة شيقة وسهلة ومن واقع الحياة، عنوانها headlines يعني عناوين الأخبار. العناوين الأخبار يعني تتبع في طريقة معينة في إذاعة الأخبار. أولا اللغة تكون رسمية، لا تستخدم اللغة غير الرسمية، وأحيانا أكو قواعد خاصة يعني يصير تجاوز على القواعد بعض الأحيان في تقديم العناوين، عناوين الأخبار. لاحظ يقول read the newspaper articles، مقالة في جريدة، اقرأ المقالة في جريدة، and choose the best headline for each one، واختر أفضل عنوان لكل واحدة. طبعا في الجهة الأخرى هذه هنا في صفحة 77 منطينا عناوين بالبونط العريض يسموه يقولون، فهذه العناوين عندنا أكثر من عنوان، يعني عندنا مثلا هنا عندنا أربع قطع، أربع باراجرافات، أربع فقرات 1 2 3 4، لكن عناوين عندنا هنا أكثر، عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني حوالي 8 ضعف العناوين. يعني كل واحدة لكل فقرة يوجد عنوانين، احنا راح نختار واحد. نمبر 1، تلاحظ هاي الصورة لها علاقة بال فقرة. يقول a little south african boy، a little south، هذا a little south african boy، فتى افريقي من جنوب افريقيا، فتى صغير من جنوب افريقيا، had a very lucky escape yesterday، had a very lucky escape يعني نجا بعجوبة، yesterday يوم امس، sitting by a river near cape town، كان يجلس بقرب النهر في مدينة أو الساحل المسمى بكيب تاون. Mrs. Betty Payton، الوالدة اسمها السيدة بيتي بيتون، saw her three-year-old son، شاهدت ابنها البالغ من العمر 3 سنوات ماكس، اسمه ماكس هذا صغير، holding a snake، يمسك بأفعى، and biting it، ويعضها. I was terrified she said، يعني كنت مرعبة أو مرعوبة. It was a poisonous snake، لقد كانت أفعى سامة. But Max had almost bitten the head off، لكن ماكس يكاد يكون قد قطع رأسها. Bit the head، head يعني الرأس، bit off يعني قطع رأسها تقريبا. Mrs. Payton took Max to hospital، سيدة بيتن أخذت ماكس إلى المستشفى. But doctor said that the snake had not bitten him، لكن الأطباء قالوا بأن الأفعى لم تلدغه. فهنا نختار العنوان، عندنا boy bites snake و snake bites boy، لا الولد اللي هو يعضل أفعى وليس الأفعى تعضل ولد، فنقول boys، عنوان الأول boys bites، هذا احنا ما تمام مطالب بالامتحان نقول لك انطينا، يعني نجيب لك القطعة والفقرة ونقول لك انطينا العنوان، هذا فقط يعني تمرين ذهني يعني لكي تقوية مفرداتك. فنقول boys bites سنيك، فتى يعض، هذا العنوان المناسب، يعني هذا يعني اتمنى تختار العنوان المناسب، يعني فهمت القطعة. نمبر 2، some of the world's best golf players، بعض من افضل لاعبي كرة الجولف، have arrived in the Gulf States، وصلوا الى الدول الخليجية for a 10 day tour، في جولة لمدة 10 ايام. The aim of the tour، الهدف من الجولة، is to promote the sport among local young people، هو تعزيز الرياضة بين أوساط الشباب المحليين. The professionals، المحترفون، will play a round or two، سوف يلعبون جولة أو اثنين، with keen young members of golf clubs، مع اللاعبين الشباب المتحمسين
شين يعني متحمسين، يونغ شباب، أعضاء النادي، نادي الجولف، الشباب المتحمسين سوف يلعبون مع المحترفين. فيقول professional will play a round or two، جولة أو جولتين، with keen young members of golf clubs and give them tips، ويعطونهم معلومات in how to improve their game، okay، في كيفية تحسين لعبتهم. Don't miss this fantastic opportunity، لا تفوتك هذه الفرصة الرائعة. فهنا ما يخص الجولف، عندنا golf professionals in the golf، يعني محترفو الجولف في الخليج in the golf، عندنا opportunity for young golf players، فرصة للاعبين لاعبي الجولف الشباب. فأي واحد نختار golf professionals in the golf، هو نفس الشيء، يعني golf professionals محترفين في الخليج يلعبون الشباب، أو هي فرصة للشباب. فنختار أي واحدة، راح نختار الأولى golf professionals، golf professionals محترفو الجولف in the golf، golf أكو بالأو أكو golf باليو، golf باليو معناها الخليج golf. yes. number 3، thousands of fish، thousands of fish have died in the river Thames، ماتت آلاف الأسماك في نهر التيمز، نسمي نهر التيمز هذا في بريطانيا، near London، بالقرب من لندن، after a traffic accident، بعد حادث مروري on a bridge، على الجسر، a petrol tanker، petrol tanker يعني خزان للوقود، carrying 10,000 liters of petrol، يحمل 10,000 لتر من البترول، hit another lorry، اصطدم بشاحنة أخرى، as they were crossing the narrow bridge، أثناء عبورهم للجسر الضيق، in Richmond، في مدينة منطقة ريتشموند، a hole was made in the side of the tanker، يعني حصل ثقب في جانب الناقلة، and at least 50% of the petrol poured into the road، وانسكب حوالي 50% من الوقود إلى الطريق، and then down into the river، ثم إلى النهر. This is the worst case of pollution in the Thames since 1992، كانت هذه أسوأ يعني حالة تلوث في نهر التيمز منذ 1992. Petrol tanker in river kills fish، يعني ناقلة نفط fish في النهر تقتل الأسماك، هذا العنوان الأول. والعنوان الثاني 5,000 liters of petrol in river fish die، 5,000 لتر من البترول، هو كانت تحمل 10,000، نصفها نصف العدد يعني نصف الكمية، 5,000 لتر من البترول في نهر في النهر، وتؤدي إلى موت الأسماك. فنكتب هنا 5، لأن البترول تانكر لم يسقط في النهر لكن الوقود هو اللي سقط، liters of petrol in a river fish die، fish die الأسماك تموت. لاحظ استخدام الزمن البريزنت سمبل هنا في عناوين الأخبار، كل العناوين نستخدم بها بريزنت سمبل. نمبر 4، a camel has been sold، بيع جمل for $150,000، بسعر 150,000 دولار، in the United Arab Emirates، في الإمارات العربية المتحدة. This is not just an ordinary camel، وهو ليس جمل عادي، هو ليس جملا عاديا بالطبع. Of course it is top quality racing camel، هو جمل سباق من الدرجة الأولى. It has already won more than 50 races، كان قد فاز بأكثر من 50 سباقا. Camel racing is very popular in the UAE، يعني سباق الجمال شائع أو له شعبية في الإمارات العربية. And high prices are often paid، وتدفع أسعار مرتفعة for the best animals، لأفضل الحيوانات. The new owner is a businessman، المالك الجديد لهذا الجمل هو رجل أعمال from دبي، من دبي، عمر عبد الحميد، اسمه عمر عبد الحميد. He said yes this is an expensive camel، نعم هذا جمل يعني يبدو غاليا، but I am sure، ولكني متأكد that I'll make a lot of money with it، لأنني سأصنع الكثير من النقود من خلاله. هسه عندنا عنوانين تخص هذا الموضوع، camel racing popular in the UAE
عن سباق الجمال شاع ولو شعبية في الإمارات، وعندنا هنا العنوان الآخر Top Price for Top Camel، يعني سعر عالي لجمل من الدرجة الأولى. هنختار هذا العنوان، نقول Top Price for Top Camel. انتهت القطعة الخاصة بهذا اليونت، شكرا وإلى اللقاء.